الولاء والعلاء، الخضوع والتكبر، كلمتين متناقضتين لهم معاني عديدة في حياتنا بشكل عام. كل شخص يفهم المعنى حسب ثقافته ومفهومه المأخوذ من البيئة الذي يعيش بها. أنماط الحياة تختلف من شخص لآخر، السلوكيات والتعامل مع الآخر تختلف، والأسباب تعود كما ذكرنا لأسباب معيشية، بيئية، إقليمية وإلى آخره. لنعرفكم اليوم من هو الشخص المتمرد أو الأشخاص المتمردين. Arrogant people like to talk about themselves a lot. They brag about their achievements, skills and abilities and often ignore those around them. In meetings, for example, arrogant people generally seek the spotlight consciously or unconsciously. They make others feel less important. They might use condescending language, talk over people, or display body language that shows a lack of interest in others. Nobody likes to spend time around arrogant people. They are a vexation to the spirit. ما معنى هذا الكلام؟ الأشخاص المتكبرين أو المتمردين يحبون التحدث عن أنفسهم. كثير منهم، الكثير منهم يتفاخر بإنجازاتهم ومهاراتهم وقدرتهم وتجاهلهم للعالم اللي حواليهم. For example، للمثال على ذلك في الاجتماع مثلا، الأشخاص المتمردين عامة يريدون أن تسلط بقعة الضوء عليهم سواء بوعي أو غير وعي. دايما يحبون لفت الأنظار ولا يريدون التنازل عن أي شيء بطريق اللغة، وهم أيضا يعبرون عن طريقة لغة الجسد ليرينا الآخرين المتعة في وإظهار مهاراتهم بالنسبة للآخرين. لا أحد يحب أن يقضي وقت مع هؤلاء المتمردين أو المتكبرين، دايما منزعجين منهم لغاية النفس أو الروح الكبرى، أو لا يستطيعون تحملهم. ما هو الخضوع أو الولاء؟ هو رمز أو نموذج لإطاعة الله. طبعا كلنا علينا إطاعة الله، هو الولاء لما قدم في الديانات السماوية. كمان أصدر لإطاعة الزوج، وهناك تعريف بأنك خضوع أو إلزامك بثقة الزوج بك وتحمل الأشياء الذي كتبها لك الله في حياتك. Submission كما ذكرنا about the God man، رب الأسرة، رب العائلة. كمان نستطيع أن نقول أن الخضوع تأتي في عدة مراحل، وبالبداية تأتي كتضحية. الفرد بين التمرد أو الخضوع لسلطة الأغلبية يكاد يجمع الناس على أن الإنسان اجتماعي بطبعه، وأن له ميولا جامحا نحو العيش ضمن الجماعة، إلى أن مسار تاريخ المجتمعات البشرية يشهد دائما صراعا بين الأفراد والجماعة، بين الأقلية والأغلبية، بين الرغبة في التمرد على الأعراف التي تجسد المنظومة الحمائية للجماعة، وبين الرغبة في فرض السلطة وضمان استمرار الموروثات وترسيخها. وربما يعتقد البعض أن الجماعة بفضل سلطتها دائما ما تتغلب على تمرد الأفراد وتنجح في الحد من نشاطهم خارج النمط المتعارف عليه، إلى أن ذلك رأي خاطئ نسبيا، حيث أن الأغلبية دائما تسعى إلى تفكيك معتقدات وسلوكيات الأغلبية وإعادة تشكيلها من
من جديد لتخلق أغلبية جديدة، وهذا ما يسمح باستمرار التطور المجتمعاتي موازاة مع سيرورة التاريخ. الخضوع يحدث عند انصياع وامتثال للجماعة، حتى أن الفرد يعمل على أن يكون ما يقوم به مقبولا لدى الآخرين، ويلزم بالحرص على أن لا يخرج عن الإطار متوافق عليه بينهم، وهو ما يؤثر سلبيا أو سلبا ويحول دون تحسين السلوكيات والذهنيات وتجديدها، وبالتالي يستمر التقليد والمحاكاة والجمود. الخضوع conformity، وهو ما يعرف بعلم النفس بالامتثال أو الإماعية، منذ النصف الثاني من القرن العشرين خاض مجموعة من علماء النفس دراسات وتجارب على غرار سولون آش، الذي خلص من خلالها إلى أن الفرد يخضع إلى رأي الأغلبية استنادا إلى سببين. أولهما هو الرغبة في القبول من قبل المجموعة تفاديا للضغط التي تنتجه عليه، وهو ما يسمى بالتأثير الاجتماعي المعياري. أما ثانيا فهو الرغبة في أن يكون على حق، والتي تجعله ينظر إلى المجموعة على أنها مصدر للمعلومات الدقيقة والموثوقة، وهي المسمات بالتأثير الاجتماعي والمعلوماتي. كما ذكرنا يعني الإنسان دائما تابع لجماعة يحب أن يثق بهم، يعني التاريخ يكرر نفسه وليس هناك تجديد بالآراء بالأفكار بالأفراد. التبعية دائما والموالاة للأشخاص الآخرين هي دائما في تفكير ونموذج الإنسان الفرد. ترقبوا كل ما هو جديد، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع الولاء أو العلاء.